عماد طردوا سيارة. شو؟ لك بقدر تعمل شيء؟ طيب شو صار له؟ ما بعرف ما بعرف. قادر تسمعوني؟ وليش ما فيتوني؟ هي فقت. ولك هلا؟ والحادثة صار لها 3 ساعات؟ لك يا أخي كنت نايم وعم تحلم وعايف حالك، مفيقك من رعبك يعني؟ تركناك تفيق لحالك؟ بعدين دخيلك لو فيقلك شو رح تعمل؟ رح تندب مثلنا. ولك أنت كيف تركته بلا ما تطمن على حالته؟ بالله بدك ياني روح أسأل الشرطة كيف حالته وهن متجمعين عليه؟ ولك من بعيد لبعيد؟ ولك هذا رفيقنا ورفيقك أكثر منا. هلا لا تزود علي سامر، إيه؟ أنا ما كان قدامي إلا إني أهرب، يعني لو كنت أنت أنا ما بهرب. لا سامر، بهيك حالك كل واحد اللهم سلك نفسه وهذا طبيعي كثير. بعدين احنا متفاهمين ومتفقين على شيء، وعماد بزمانه قالنا اذا علق واحد ما لازم نعلق كلنا. كيف بدنا نطمن عليه؟ اخي ما في الا زيدي، بكره بيحمل حاله بيروح لعند اهله وبيسال عنه هنيك. ايوه الله يعزك، والله جبتها. اهله اللي صار لي سنتين ما شفتهم، هلا يشوفوني وابني دعسته سياره، ليك هالحكي لك. يا جماعه هلا في مشكله ثانيه، عماد صار بين ايديهم، واذا حققوا معه اكيد رح يعترف علينا. اخي من الناحيه اطمن، اولا عماد ما بيعملها. تانية مثل ما قال لك، احنا متفقين بيناتنا انه اذا حدا كماش ما بيخبر على الثاني، وبس ليطلع من الحبس بلاقي حصته جاهزه. يا ريت ما تكون واثق لهالدرجه يا استاذ ادهم. عماد علقته مع الشرطه، وانتوا قلتوا لي انه الشرطه شافتكم انتوا الثلاثه عم ترقدوا، ما بكره بس يسالوا راح يسالوا مين الاثنين اللي كانوا معك. اكيد حيسالوا، بس حيقول لهم ما بعرفهم. متاكد يا سيدي؟ اذا بكفين ما ببق كل شيء. انا ما بفهم يعني انت اذا انكمشت بكفين بتحكي كل شيء. انا عم اقول كفين مجازا، وانت اللي بتعرف كيف بياخذوا منك اللي بدهم اياه. بزمتي حكوا صح ادهم. هلا انا او انت فينا نتحمل قتل تبعهم يا اخي؟ طيب شو يعني هلا؟ شو يعني هلا؟ يعني في فتره هن بين ما يعالجوا يحقوا معه، ونحن لازم نشمع الخيط ونهرب. لوين؟ ما بعرف بس نحن لازم نترك البيت فورا وناخذ معنا كل شيء سارقينه، مشان اذا اجوا فتشوا البيت ما لقوا شيء، وبنفس الوقت نراقب البيت من بعيد لبعيد ولنشوف اذا عملوا كبسه او لا. هلا اذا عملوا كبسه بكون عماد اعترف، اذا ما صار في كبسه بنكون نحن بالامان وبنقدر نرجع على البيت ولا كانه في شيء، وبنستنى ليطلع من الحبس ونعطيه حصته. طيب لوين بدنا نهرب؟ لك اخي شو هالمشكله؟ بننزل بشي اوتيل؟ اخي ما بدهم ياخذوا هوياتنا من الاوتيل، يعني اذا اعترف علينا هلا بتكون اسامينا موجوده بكل مكان بالبلد.
بزمتي معك حق، هي ما دارت لي. ابو سمره حبيبي، يعني خرج انك تستقبلنا شي يومين ثلاثه عندك بالبيت بس لبين ما تهدى الامور؟ اذا عماد اعترف رح يكون اعترف علي كمان. لا لا ما بظن، يعني انت ما كنت معنا، هو ما انا مضطر انه يجيب سيرتك، هن بدهم اثنين بس، انا وزهدي. ايه بزمتي يا سامر، كلام ادهم صح. اهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم. اصلا ماما عرسها الليله وحتترك البيت، بس بدي اسالك سؤال، يعني كل شيء صار ايده حتحطوه عندي بالبيت؟ حبيبي ما في غير مصاري، لانه كل شيء عم نسرقه وعم نبيعه. والمصاري كتار؟ كتار، بس بما انه بيتك حيكون الخزنه تبعنا، حيكون لك حصه فيها. انا ما بدي غير سلامتك، بس المهم نطمن على عماد. لا عماد الوافي، مواليد 1978، يعني عمره 24 سنه. سيدي عم بيقولوا الشباب انه اثنين اللي كانوا معه من نفس العمر تقريبا. كيف عرفتوا اذا ما شفتوا وجوههم؟ هيك قدروه سيدي. المهم عندي هلا ينكمشوا الاثنين، اكيد هدول الثلاثه هن نفس العصابه اللي صرنا عم ندور عليهم شهور. والله يا سيدي اذا عماد مات ما رح نقدر نعرف مين هن. قلت لي كيف صار وضعه؟ غايب عن وعي سيدي، وميت كسر وكسر بجسمه. طلع معه نزيف داخلي؟ هيك متوقعين الدكاتره. مسيك بتدور لي على عنوان سكنه، لازم نخبر اهله، يمكن منه نعرف مين هن رفقاته التانيين. حاضر سيدي. السلام عليكم ابو سمره. وعليكم السلام. يا ساتر ما في حدا، تفضل. سامر نحن اسفين بس انت بتعرف انه ما لنا خير. هلا فوت بلا علاقه، تفضل. فوت زيدي فوت. اخي هي المصاري والصيغه، شوف وين بدك تخبيهم خبيهم. وهدول اللي معك شو؟ ماشي يعني ماشي عادي، شويه اغراض ما نستغني عنهم. شباب انتو حتناموا بأوضتي وانا حنام بأوضة ماما، الله يخليكم بس نحافظ شوي على الهدوء لانه اختي عم تدرس، بعدين امي وزوجها ليكون جنبنا. ولي رامز هون؟ لك هذا اذا شافني بيعرفني، ها شو نسيت انه انا ضربته؟ يا ريت يشوفك لحتى يحس انه كل لحظة ممكن ياكل قتله. لا سمر لا بلا، المفروض ما يشوف بنوب. معناتها بدك تدير بالك انت وفايت وانت وطالع. هلا قالوا لي كيف بدنا نطمن على عماد؟ اخي هلا ما فينا نطمن عليه لانه بيكون بالحجز، بعدين يعني اذا صاير معه شيء بيكون بالمستشفى، وبالمستشفى بيكون تحت الحراسه. ما بعرف شو، انا رايي انه نستنى بكره، شو رايكم؟ سمراء في حواليك شيء بدك؟ اهلين حبيبتي، هاي رفقاتي بتعرفيهم، ادهم وزهدي، رح بيناموا عنا كام ليلة إذا ما عندك مانع. أهلا وسهلا سامر، تعا وسطك. أدهم الله يوفقك، نحن بيت الزلمة شباك. شو قصدك يعني؟ يعني هالابتسامات وهالنظرات اللي بنطلع عم بلاها، يعني إذا انتبه عليك سامي بتتدابح أنت وياه، بعدين هي الصغيرة أكثر فينا شباك. لك أنت فكرني بالأخلاولة. أخي أخلاقك أحسن مني، بس انا حبيت نباك. لك بتعرف بس لو ما كنا هلا ببيت الجماعه، لك اكنت. لك اخي خلاص اغلطنا ومنك سمح، منيح هيك؟ شو بكي؟ حبيبتي اذا متضايقه لانه حيناموا هون، خلاص ما بيناموا هون. سامر مو هي القصه. لك شو القصه انت بعدين؟ ليش ملبكه؟ نوال بنت عمو ابو يزن كانت تحب رامز. تحبه رامز الفرة؟ هو كان يحبها، كانوا متفقين يتجوزوا. ايه وقدرت نوال انه بده يتجوز ماما. انت قلتي لها؟ ما كنت بعرف انها بتحبه. عم بقول لخالي ام يزن انه ماما اليوم عرسها، قامت سالتني مين العريس؟ قلت لها جارنا رامز الفرة. هي نوال سمعت هالكلام صفرت وداق نفسها وغوطنت، كانوا حياخذوها على المستشفى. وامك بتعرف انه رامز ونوال كانوا بيحبوا بعضهم؟ شو بعرفني؟ صحيح، لانه هيك كلام ما بينحكى لا الك ولا الي. رامز ملعب،
امك وقعت بين ايدين واحد ملعب. ضل قاعدين هيك بدون ما نعمل شيء ما بصير. يا سلمان احنا شو فينا نعمل وما عملنا يعني؟ اخي ما بعرف بس لازم نطمن عليه. اخي انا عندي حل. هلا الشرطه بتكون بلغت اهل عماد. نحمل حالنا انا وياك بنروح على حارة عماد من رائب من بعيد لبعيد بدون ما حدا يعرف انه احنا رفقاته. اخي ما حكينا هالحكي واخوك زهدي قال. اخي زهدي ما حيروح معنا. زهدي حيروح على بيتنا. حيراقب من هنيك. حيشوف اذا الشرطه هنيك عم تراقب او اذا داهمت البيت ولا لا. معقول؟ شو زهدي؟ ماشي ماشي خلص اخي. بكره بعمل فتله قدام البيت و... الله يستر. هلا اخذها بالعقل سامر. لو كانوا اخذين منه كلام عنا ما كانت الشرطه حرتت الحاره حرت صح ولا لا؟ معناته فينا نرجع البيت. لسه الشغله تازه يا زهدي ولسه الامور ما بينت. صح سامر بس يعني انا قصدي مشان اني ما ناثر لك حريتك انت واختك. خلص زهدي يعني بنعدنا يومين ثلاثه ثانياتهم واذا لقينا انه ما حدا عم يسال عنا بنحمل حالنا وبنرجع. المهم عماد راح. يا حرام الله يعينهم وابوه على المصيبه. امه وابوه ليش امه وابوه كانوا سالين عنه وخصوصا هذا ابويا. سامر الغدا جاهز. طيب حبيبتي هلا لينا هي اللي عم تطبخ؟ اي نعم. الحسنة الوحيدة اللي عملتها أمها قبل ما تتجوز إنه علمتها كانت طبخة. كاملة هالبنت، كاملة الله يحميها. لك لسه امبارحة كانت طفلة. لساتها طفلة. حرام تتأهرم هالبنت بالشغل. أنا عم فكر جيب خادمة على البيت، تطبخ وتشتغل. إي والله بتعمل زيت العائلة. جيب خادمة لك سامر وجيب خادمة. زهدي وادهم. قصدك زهدي وادهم وعماد؟ لا عماد ما اجى معه. بابا؟ مرحبا عمو. اهلين. تعال سامر عاوزة. هدول ليش لابسين بيجامات؟ لأنه بالبيجامة الواحد بيرتاح أكثر. بده يجوا يتغدوا عندك بجيب معهم بيجاماتهم يعني؟ أدهم وزادي مو بس جايين يتغدوا عندي، حيناموا عندي كمان. عم تمزح؟ بس يومين، مضطرين في ظروف. ظروف تنيمهم عندك وأختك بالبيت؟ بابا، أنا بخاف على أختي أكثر ما بخاف على حالي. لك أنت شو صاير لك؟ بابا هدول رفقاتي وأحسن مني ومثل ما أنا بفوت لعندهم وبنام عندهم أحياناً هن ممكن يجوا يناموا عندي هن كم يوم قصدوني بقلعهم يعني؟ لك يا أخي لا تقلعهم اعتذر منهم قلن آسف وأكيد ما رح ياخدوا منك موقف لأنه أختك بالبيت. بابا أختي لساتها طفلة الله يخليك. هلأ بيتغدوا بتقلن يحملوا حالهم ويطلعوا من البيت نومي هون ما في وأنا مستعد أحجز لهم أحسن أوضة بأحسن أوتيل. الشغلة مو شغلة مصاري. سامر افهم علي ولا تخليني عصب. بابا من فضلك هذا الامر عائد الي مو الك هدول رفقاتي من الروح للروح اذا خايف على بنتك خدها معك. سامر بابا نحن ثلاثه هلا عم نمر بازمه وبحاجه ان نكون جنب بعض. ازمه؟ عماد رفينا دعسته سياره ومات. بتعرف قديش كنا صحبه. عماد مات؟ مشان هيك ما فيني الا استقبله وانا بحاجه لالن اكثر ما هني بحاجه لالي ومشان هيك انا اللي اصريت يجوا ناموا عندي هني ما بدهم. بابا كثير اوادم الشربين. ماشي الحال. رحتوا باركتوا لأمكم؟ إذا أنت فيك تبارك لها نحن فينا. ولينا؟ ولا لينا. بابا أنت حتى ما سلمت على الشباب. بسيطة. قال لهم يتفضلوا يتغدوا. يلا لينا. Thank you.
فاطمة لازم يعيش. شوف هاي تعمل بالغلط اختي. شو تعمل بالغلط؟ بالغلط بالغلط يا كلب يا سافل. ها بالغلط فوت السحر المامورات. يلا يا كلب شوفي هذا الكلب فايت على روضة اختي وهي نايمة. سيدي مو قصدي بالغلط فاهمه. بالغلط يا كلب ما في الحياة. كان لازم فوتوا هذا البيت لأنه واحد سافل وكلب واطي. مو بس أدهم وزهدي كمان. أدهم كمان بتلبس أوعيك وبتلعع. سامر سامر أنا شو دخلني؟ ليك عمل لك بتلبس أوعيك وبتلعع فهمان لا؟ أنا بوعدك إنه هي أول وآخر مرة بصير هيك شيء. ما عاد حدا يفوت على هذا البيت، خلص. رح صير أنا وياكي لحالنا بس. إيه؟ نامي حبيبتي. نامي لأنه أنت بكرة عندك مدرسة. خلاص بابا تبكي. خلص إيه؟ ما خلصت انت لا؟ يلا سامر بس بقى عم تبص بالدقيقة بس. لك البسها برا يلا. لك سامر مجنون انت منين جبت هذا المسدس؟ خلاص هذا مسدس لابي. سامر طلع البيس برا. سامر اعتز مني ماذا يا سامر؟ لك انتوا اثنين اوسخ من بعض. سامر تاخذ صلاة على برا.